لفردة الراس رح نحتاج راسين من الخروف، لاني عامله نوعين زي ما قلت لكم. رح نحتاج كيلو من اللبن، رح نحتاج معلقه كبيره من الثوم، كوبين مرق من سلق الراس، ورح نحتاج 4 أرغفة من الخبز المقلي او اذا ما بدكم تقلوه لوحده من الوصفات، وكوبين من رز تايجر المفلفل، ورح نحتاج معلقتين كبار من السمنه ولحمه الراس طبعا الموجوده عندنا. خلينا نبلش خبز. خلينا نبلش بالوصفة الفتة الأولى. أنا حطيت لكم نفس المقادير، أنتوا اعملوها بالطريقة اللي بدكم إياها. أنا حبيت أعطيكم طريقتين، واحدة على الطريقة المصرية وواحدة على الطريقة اللي بناكلها هون. في جزء من الخبز أنا ما قليته، خليته بصينية بايرك زي ما هو بس قطعته. تمام، بتقدروا تحطوا خبز الحمام بس أنا الصراحة بفضله بالخبز الشامي المتعودين عليه. والفتة الثانية أنا استخدمت الخبز المقلي، هلا قليته أنا. تمام، راح أحط فوق رز. فخلينا نبلش بأول وحدة. ممكن امتيازه نحطه مثلا مشوي الخبز على أساس يعني طبعا إنك تخففي وزن. كل الدهون اللي بكم تاكلوه بهاي الوصفات على أساس إنك تخففي وزن. أوكي حبيبتي، بس هاي عزيمة شباب يعني. بتعرفي إذا اليوم أبو رامي مثلا إجا قال لك امتياز قومي اعملي لنا عزيمة شباب بتعملي له؟ شو كنت بقول لك هلا الصبح؟ إنه ما بحياته وصاني على أكل من التصوير. إيش قلت لك؟ كنت أقول لك هلا طلبها بالطلب، بس قصدي ممكن تقومي تعملي له اياها هو اصحابه. انا الصراحه شوفي، في فرق بين اني اطبخ وما اكل وبين ما اطبخش بالمره لاني ما باكل. هلا ليش امتياز بيقولوا اللي ما بتعرفي تطبخيه ما بيطلع معك زاكي؟ لا لا, لا 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 انا ضد هذا الحكي. قديش امهاتنا احنا اولادهم ناكل اكل معين او ما بناكل، وهي بتكون ما بتاكله وبطلع معها بجنن. يعني انت ما بتآمني بهاي القصه؟ لا, لا 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 انا بحكي اللي بطبخ بطبخ يا جماعه. طب قولي لنا هلا موضوع الاكل والشرب خلصنا منه على جنب. اغراض هلا طقم الضيوف، في عندنا طقم الضيوف ولا احنا مخبل اليوم؟ انت بتعرفي شغله عم بحكي لا وكنت ازعل انا يعني انه ليش احنا يعني اهم من الناس، ليش مخبى هذا؟ طب شو رايك انه انا مثلا ماما الله يخلي لي اياها اذا عم بتتابعني حبيبتي مريضه، قال شو مثلا باجي بقولها؟ بتكون لنفترض جاي عندي واحدة من صحباتي وبتكون كتير يعني هي زي كأنها أختي. فباجي بحكي لها مثلا البنت اللي عنا خلاص حضر السفرة برا، أنا من باب إنه يعني أوسع. تجي بتقولي ماما ليش ماما على السفرة؟ شو مالك تمارا؟ خلاص مالها سفرة المطبخ، ماما هو أوسع. خلاص هلا زي كأنه مقندين الضيوف. بقولها مين قال؟ عم بحكي لك أوسع. تخيلي حتى على طاولة السفرة بنقعدش إلا إذا كان عندنا ضيوف. لا 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 احنا انت مظلوم زيادة، ما لي دخل فيكي، ما بعرف. انا رحت هجيت انا. لا ما لي دخل فيكي. طيب احنا اوكي محمد، خلينا احنا هلا الوصفة الاولى للفتة الاولى اللي رح نعملها. ايش عملنا يا توتو؟ حطيتي الخبز قلتي اول مرة مقلي، والثانية قلتي لا ممكن يكون رز تايجر. انا بس فلفلته عادي، شوية زيت شوية ملح، حطيتهم على النار. لكل كوب رز تايجر نحتاج مقابله كوب من المي. أوكي. تمام. انا بهاي الوصفة منطبخ شوي اللبن. بتطبخيه على النار يعني؟ بنطبخه على النار شوي لحتى ياخذ نكهه مميزه. على ما نطبخه اللي هو لاشي عندنا لبن الرايب. اوكي خلينا ناخذ. وبتحطي له نشا او شيء ولا لحاله؟ ولا شيء ولا شيء. راح اخذ تقريبا كيلو، هذول مقدارهم 2 كيلو انا لاني عامله نوعين فته. اوكي راح اخذ هاي الكميه. الله يعطيكم العافيه. صباح الخير من ام ابراهيم، عم بتقولنا الحلقه بتجنن. يسلموا ايديك يا امتياز. شكرا ويسعد مساكم فنانه نجيبه بتقول لك شكرا. راح احط معلقتين من الطحينيه، وراح احط معلقه من الثوم المهروس وملح بس. تفضلي. اوكي بتعرفي شغله، وراح اخذ من ميه سلق الراس. هلا انا برجع بعد لكم انا كيف سلقت الراس. اول شيء شعوضته على النار لازم، اذا كان مو مسلوخ عشان شو؟ عشان انه لا انتوا تسمعوا ايش عم بيحكوا لي المساكين، عشان ما يكون عليه اي شعر ويطلع معنا بالاكل. بعدين حطيته بالمي، اول ما غلى غلوتين ثلاثه شو عملت؟ شلته عن كبيت المي ورجعت حطيته بمي ثانيه، وحطيت عليه كل الاشياء العطريه اللي احنا بنحبها، بصله، شرائح ليمون، ورق غار، اللي بدكم اياه، عشان المي رح نستخدمها فبدنا نكهتها تكون مميزه. تمام. انا هيك بس بدي اطبخ اللبن زي ما قلت لكم، حطيت عليه مغرفتين من مية الراس. امتياز لازم افتن، نبلش نحضر الفتن الثاني. تفضل. لا بدي افتن يعني عارفه، ما رح اذكر الاسماء يا جماعه، ما رح اذكرها اطلاقا، ولكن في هون عندنا زوج عمل تاج لزوجته على اللايف اللي احنا فيه، قالها تفضلي قومي اطبخي. شفتي قديش حتكون بتحبك هلا هي؟ يعني هي هلا غرامها شفتي. ما اسكاها. طيب رح ناخذ اتصال. وانت عم بتسقي لنا عم بسقي للفتة الثانية الخبزات بس بمرية سلق الراس بس. اوكي في معنى على الهواء اتصال صح؟ الو مساء الخير. اهلا وسهلا فيك يا محمد.
كيفك تمارا؟ كله تمام الحمد لله، وانت؟ يس الحمد لله. ومساء الخير شيف امتياز. اهلا يا محمد، اهلا وسهلا. ما شاء الله عليك دائما مبدع بوصفاتك، يعني بتجوعينا احنا نتفرج عليك. ايه ما احلاكم، شكرا كثير، ان شاء الله يعجبوكم وصفاتنا لليوم. لا والله ما شاء الله عليك دائما مبدع، يعني ما شاء الله عليك. شكرا كثير من ذوقك هذا، شكرا. محمد في عندك اي سؤال حابب تسالني اياه؟ لا انا بدي اساله اذا زوجته بتطبخ هدول الاكلات. طب مش متجوز احكي لك، يعني ما فيش اكل الا بتسويه ما شاء الله عليه، يعني دائما حتى دائما بنتابعكم انا والمره والاولاد، دائما بنتابعكم بنشوف شو بتعمل وصفات بتعمل كمان، يعني ما بتقصر بشيء. اه والله يعني بتطبخ لك اياها وما بتتململ وما عندها اي مشكله ابدا، بالعكس الكرشات هي صح انا بتتعب شويه بس لذيذة. بتتعب بالشغل وعند الاكل بتروح ما شاء الله مباشره. يخلي لك اياها يا رب، وتضلكم دائما هيك مبسوطين وبتاكلوا اكل هني وسعيد باذن الله. شكرا لك يا محمد. شكرا. شو طمنينا عن راس الخروف؟ احنا راس الخروف شوفي ما احلاه، كثير كثير سخنه. ديري بالك. يلا. لا هو اصابعي راحوا انحرقوا مبدئيا. طيب احنا الفتة الاولى ايش عملنا؟ خبز مقلي حطينا عليها الرز، عملت لها اللبن على النار اللي هو لبن رايب، حطينا عليه معلقتين طحينيه، معلقه من الثوم المهروس، ومغرفتين تقريبا لثلاث مغارف من ميه الراس. بينما نوع الفتة الثانيه انا حطيت الخبز، حطيت عليه مرقه الراس كلياتها، شايفيتها كيف، وراح اتركها لحتى يعني يشرب كثير منها، يصير ماخذ كل نكهه ميه الراس. هلا الراس انا بعد ما سلقته برضه ساعتين ونص يا جماعه، انا ساعتين ونص، وقالوا لي الشباب بيحبوه اكثر من هيك، فحطوه من ساعتين ونص لثلاثه، بتاخذوا كل اللحمه عشان رح نحطها على الوجه. بس امتياز سؤال يعني سريع، كيف ممكن يبين معي يعني انه عم بستوي يعني، او قديش لازم اخليه اكثر؟ بصير عادي نفس مبدا اللحمه بتطلع معك بسهوله. الطريه بالضبط. شوفي يا حبيبه قلبي، لازم شوف امتياز دائما تجيبوا لها كرش وتنظفهم وتطبخهم على الهواء. طب ما انا عملت ونظفت وطبختهم على الهواء، انت ما كنتي دائما. انا اللي كنت دائما. انت حبيبتي هواياتك هواياتك. انا من الخروف بنبسط بتعذيبك انا. لا بس بتعرفي هون بقول لك حمزه، قال هذا البرنامج لازم يكون اسمه نار ودمار. والله انه كتاكيت واحلام. طيب انا هاي الفته تقريبا صارت جاهزه، بس رح اعملها. نيجي على الفته الثانيه، انا عندي هون الخبز تشرب كثير من ميه الراس، حطيت طحينيه ثوم ملح على اللبن الثاني، كيلو لبن الرايب، رح احطه فوقيها وهي على النار، يعني حطيت البايركس على النار. تمام. من غزه عم بتابعونا يا ميزو. ايوه غاده عم بتتابعنا، بتقول لك كمان هون سعاد اقوى شيف فيكي يا امتياز. شكرا كثير يا اردن. طبعا شو يا امتياز، على فكره انا من كتر اللي عم بشوفه واللي عم بشمشم فيه قاعده دخلوا الجمل في بعضيهم. خلينا نطلع مقلايه نقلي نقدح سمنه سخنه، شوفي كيف ميه الراس مع اللبن مع كل شيء. تقول جيبوا 7 اب يا جماعه الخير هلا عشان بدكم تهضموا يا شباب. انا بقول استغلوا الفواصل. بدي اخذ الراس الكبير احطه على فته الخبز والرز. هو بنحط الراس دائما على الفته؟ ايه. هلا شوفي هن انا في راس فتته وشلت اللحمه منه، شلت اللسان، شلت الدماغ، شلت كل شيء. تمارا طبعا مصدومه، انا شفت المشاهد. فتفت اللحمه وفي الثاني بدي اشويه وبدي اخليه مشوي، بس هن بيقدروا على الجهتين شو يعملوا. نفس المبدا. خلينا نجيب اللوز كمان، هيدا اللوز نحطه قبل ما ندوب السمنه هيك، شوفوا ما احلى. على طول انا طبخت اللبن بهاي الوصفه، لا تنسوا. وعندي هون السمنه بدي ادوبها عشان الله يسامحك على هالحلقه بقولوا لك يا امتياز. ما احلى، وانا مبسوطه انها عجبتهم الصراحه، كنت قلقانه لانه احنا قلت لك في كثير ستات انه لا وليش وما لقيتي وما عملتي وما سويتي كل هذا الحكي. يعني انا عم بحاول اشوف التعليقات امتياز، والله الفته شكلها بشهي. اي فته فيهم يا رولا؟ في فته الرز هيها مع اللبن المطبخ، وهي فته الخبز. لميا بتقول لك انه احنا بنعمل كرش مع ورق الدوالي كثير زاكي. عم بسالوني رح تاكلي؟ لا صراحه ما رح اضحك عليكم، انا يعني لسه مو متعوده، بس اكيد يعني اصلا ما فيش مجال، احنا اليوم متركين الملعب للشباب. اصلا هن كل واحد حاجز اعزموا زوجي عليهم لانه بحب هيك شغلات، فبيعرف تريحت حالها. يلا يلا يا سجا خليه يجي. والله لازم نجرب للسنات كل شيء زاكي. اسراء عم بتقول لنا، بتقول لك نوال الاكل ثقيل ودسم. طبعا دسم طبعا، وكل الدهن وكل الشيء اللي بدهم اياه موجود هون، كل شيء
فتة الأرز بتقول لك مستغربين يعني إنه في عنا أكثر من تشكيلة من الفتة. يا جماعة ما أنا بحب أعطيكم أفكار جديدة وصفات جديدة لحتى تطلع معكم عن جد لما تعملوها بهاي الطريقة. شوفوا أنا هي عندي فتة للسريع، ها على السريع عشان ما تحكوا مع عدتلكم، خبز بعدين حطيت عليه رز مفلفل، تقدروا إذا كان عندكم رز قبل بيوم، بعدين طبخت كيلو لبن مع معلقتين طحينية ومعلقة ثوم مهروس وملح على النار وحطيتهم فوق الرز، شربهم الرز، سمنة دايبة على الوجه بهاي الطريقة. يا سلام. تمام. الفتة الثانية حطينا خبز، حطينا عليه مية الراس وحطيت عليه لبن عادي دايب، حطينا عليه معلقتين طحينية ثوم وحطيته فوق الخبز وحطيت فوقيه لحمة الراس اللي أنا فتفتها. شوفوا ما أحلى هالفتتين، اسمعوا البقبقة بالضبط. تمام. وهي عندي أنا اللوز بهاي الطريقة وعندي هون لوز، يعني شوفوا ما أحلى منظرهم. إن شاء الله يا رب يعجبوهم هدول الوصفات قد ما بدهم وزيادة. هلا واللي ما بيحبوهم بتمنى أنكم تجربوا، يعني حلو تجربوا أشياء جديدة، حلو كتير. يعني كله عم بكتب لنا يا رب عفوك ورضاك. انت راح موضوعك اليوم من الحلقه. مش موضوعي موضوع، وضل فيها مواضيع حبيبتي. بعد هاي الطبخه لازم طبق الحلو يكون اشهى واقوى، مثلا بين نارين. بوجه تحيه لزميلتنا ناديه الزعبي، قعدتنا ونستنى بين نارين بمطعم جبري، قاعدين نستنى بين نارين يا ناديه. وهي بقدونس من فريشكو، شوفوا ما احلى. صراحه انا كنت بدي احط الراس هون، بس شو رايكم احطه ولا ما احطه؟ خليني احطه بهاي الطريقه. حطي افرجيكي شو عم بوصلك هلا. حطت السمنه على الفته احلى من شيل من شاله الطرحه عن العروس، يعني تغزل بالفته الزلمه اكثر من عروسته. شوفوا قد ايه الوصفات حلوه سهله لذيذه، وللناس اللي بتحبوهم من عيلاتكم يعملوهم، حتى خصوصا الستات الكبار كثير بحبوا هدول الوصفات.